أنت بمجرد أن تقول يا الله، بمجرد أن تقول يا رب، يقول الله لك لبيك عبدي لبيك. أي ملك يقول لعبده لبيك عبدي لبيك؟ إنه ملك الملوك جل في علاه، إنه ملك الملوك جل في علاه. إذا أردت أن تقابل ملكا من ملوك الدنيا، إذا أردت أن تقابل غنيا من أغنياء الدنيا، كم من الزمن تريد؟ كم من الوقت تريد حتى تجهز لاستقباله أو لمقابلته؟ ستحتاج إلى أسابيع إن لم يكن أشهر. أقرب ما يكون العبد إلى الله، إلى من؟ إلى من يرزقك، إلى من بيده حياتك ومماتك، إلى من يرزق الكافر والمشرك والمسلم، الله. أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. تخيل بأنك أقرب ما تكون في الدنيا إلى الملك جل في علاه إذا سجدت. ماذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاسجد واقترب. ما شرط الاقتراب من الله؟ كيف تقترب من الله؟ اسجد. تريد زواجا اسجد، تريد مالا اسجد، تريد عيالا اسجد، تريد حلا لمشاكلك الشخصية اسجد، تريد ولدا وعيالا اسجد، تريد اتساعا في الدنيا ومالا وسيارة وبيارة وعمارة اسجد. كل مشاكلنا لا تحل الا بالسجود، لكن مصيبتنا اليوم اننا اعتمدنا على الاسباب أشد من اعتمادنا على مسبب الأسباب. هرعنا إلى الملوك ونسينا ملك الملوك، هرعنا إلى الأغنياء ونسينا رب الأغنياء، هرعنا إلى الناس وطلبنا من الناس ونسينا رب الناس جل في علاه. لما وقف أحد الصالحين وقد ضاقت به الدنيا، قيل له يا فلان اطرق باب الله، اطرق باب الله. قال ويحكم، وهل باب الله مغلق حتى أطرقه؟ باب الله لا يحتاج إلى طرق حتى يفتح، باب الله مفتوح. قل يا رب ما بين مشكلتك والحل، ما بين جبهتك والأرض.